سمير في انه يسجل نقطتين كمان يعلي الفرق الى 72-65 مع البازر تايم، ينجح النادي الاهلي في الحصول على كاس مصر رقم 11 في تاريخه. الف مبروك للنادي الاهلي بفوزه بكاس مصر امام الجماهير العظيمه واحتفاليه نادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي بالفوز رقم 11 لكاس مصر في مباراه في ختامها هي الاروع، هي الاجمل، هي الاحلى، هي الريمونتادا، هي الروح القتاليه للنادي الاهلي. الف مبروك للنادي الاهلي. ايهاب امين يتلقى التحيه من عمرو زهران، وادي فرحه جماهير النادي الاهلي في الفوز باللقب ال11 للنادي الاهلي. ال11 بتوقيت الجزيره لصالح النادي الاهلي، كاس مصر في الجزيره للموسم الثاني على التوالي. الف مبروك للنادي الاهلي، حظ اوفر لفريق نادي الزمالك المحترم جدا بقياده القدير جدا الكوتش احمد مرعي، كل التوفيق لما هو قادم لنادي الزمالك. الف مبروك لنادي الاهلي واحتفاليه، دعونا مع الاحتفاليه، دعونا نرى بهجه وسرور وفرحه الكاس ال11 في تاريخ النادي الاهلي. سيف سمير واحد من نجوم هذا اللقاء، عمر عزب ايضا واحد نجوم هذا اللقاء، عمرو زهران، مؤمن طارق خيري، عمر عزب، ايهاب امين، مروان سرحان، سيف سمير، كريم حاتم اللي ما شاركش النهارده، احمد مهيب، مايكل تومسون، ايهاب امين هنا اعتقد ده ابن عمرو الجندي، مايكل تومسون، ابو النصر، عبد الله ناصر، عمر طارق. دي لوحه الشرف النهائيه للنادي الاهلي، اللاعبين المشاركين ومعاهم ايضا احمد اسماعيل وعمرو الجندي بقياده السنيور قائد الماتادورس الاهلاوي السنيور اوجوستي جولف بوش واحمد الجرحي. مروان سرحان واحد من نجوم اللقاء، عمرو زهران اثنين ستيل على اوجي ميو، نجح في التقدم باربع نقاط لصالح النادي الاهلي، واحد من نجوم اللقاء في الكريتيكال تايم لهذا اللقاء. سيف سمير ده ابن سيف سمير عفوا، وادي فرحه الاهلي والاهلاويه، وادي السنيور اوجوستي قائد الماتادورس، ثمان لقاءات امام الزمالك ينجح في الفوز بالثمان لقاءات اخرهم اليوم والتتويج بلقب كاس مصر ال11 بتوقيت نادي الجزيره. العشره وال11 باسم السنيور اوجوستي، الف مبروك للسنيور اوجوستي، دعونا نستمتع بالفرحه فالصوره ابلغ من اي كلام، الاهلي بطل كاس مصر الرجال لكره السله، نستمتع باحداث وفرحه النادي الاهلي، دعونا مع الصوره التي هي ابلغ من اي كلام الواحد يقدر يقوله. نعود سريعا للكوتش والكابتن. هيثم السعيد، نعود اليه سريعا واستوديو التحليلي وتحليل ما تبقى من احداث الكوارتر الثالث والرابع. عبد الله ناصر واحد من نجوم هذا اللقاء. سيف سمير، وادي فرحة اللاعبين، كابتن ماجد مدرب العشرين سنة الحائز على بطولة الجمهورية، أحمد إسماعيل الموقوف لكن وآسف لفرقته، كريم حاتم، وتشجيع جنوني من جماهير النادي الأهلي يستقبله لاعبة نادي الأهلي. ألف مبروك للأهلي والأهلوية، 11 لقب للنادي الأهلي في كأس مصر، بدأها بأول لقب موسم 87-88 وآخر لقب كان اليوم، وكان ليا الشرف التعليق على هذا اللقب، وكان ليا أيضا شرف التعليق على الموسم الماضي، كان آخر موسم الموسم الماضي 21-22 طبعا، ده كابتن علاء زهران نجم النادي الأهلي ونجم منتخب مصر وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة سابقا، يهني ابنه عمرو زهران. وادي عمرو زهران وفرحة جنونية كأس مصر، أنا معرفش مني معايا ده بصراحة. وما زلنا مع الاحتفالات، والاحتفالات مستمرة في ليلة رمضانية وسهرة رمضانية كبيرة للنادي الأهلي. امبارح البنات بقيادة غزال مصر كابتن طارق خيري يفوزنا على جزيرة بفارق 13 نقطة، والنهاردة الأهلي رجال يفوز على الزمالك الكبير جدا. فريق الزمالك الحقق مفاجأة أمام نادي الاتحاد ووصل إلى النهائي أمام النادي الأهلي، حقق المفاجأة ولكن لم يحالفه الحظ وخسر أمام النادي الأهلي في مباراة ممتعة ومشوقة للنادي الأهلي والأهلاوية، تمنيناها أهلاوية الهواء والتتويج وتحقق هذا الأمل. كابتن أحمد الجرحي وهتافات مع جمهور الأهلي، أبو النصر، إيهاب أمين، مؤمن خيري، أوجوستي، حتى أوجوستي كان ليه تصريح على كده لكن